لا يزال الحال على ما هو عليه، فالحرب مستمرة دون توقف، ونتائجها الكارثية تتجلى في مشهد مجروح ومشوه ومكلوم، غير أن ندوبها الغائرة في القلوب هي أسوأ ما تخلفه حرب مفتوحة كالتي تجري في اليمن. إننا أمهات المخطفين بمحافظة تعز، ومن أمام مبنى المحافظة نطالب المسؤولين بالسلطة المحلية بالمحافظة والصليب الأحمر الدولي وكل المنظمات الحقوقية والشخصيات الاجتماعية أن يبذلوا كل جهودهم في حل ملف المختطفين. الاحتجاج هو آخر سلاح تبقى بيد هؤلاء الأمهات المكلومات بالفقد والمسكونات بالحنين لأبنائهن المعتقلين في أماكن مجهولة وفي ظل ظروف سيئة للغاية. المكان هذه المرة هو تعز، حيث تتراكم آثار الحرب بين قصف وحصار واختطافات لا تتوقف، وتبقى معها الأم معلقة بين قدري الحرب والفقد، لا تملك حيلة تجاههما كهذه الأم لولدها المختطف ابن 16 ربيعا. فخر الدين حميد أحمد سرحان، يعني عمره هذه السنة 16 سنة، ولا بيده ولا عمل أي حاجة ولا في أي دليل عالو. بس كده مسكموه التلفون معه، معي ابني شهيد معه صور بالتلفون، مسكموه لحد الان. يعني اتصل السوق فقط ان احنا مسكنا الان بالشباب الصالح، ولا في اي خبر ولا في اي اتصال ولا في، يعني ما بنش عارف في اي مكان. خرجت هؤلاء الامهات هنا في تعز املا في ايصال اصواتهن الى العالم والتذكير بجرائم الاعتقالات والاخفاء القسري وللتضامن مع ام محمد الصبري التي رحلت عن دنيا الناس قبل عامين دون أن تلتقي بابنها أو تعلم في أي زاوية مظلمة يقع حبسه. خرجنا اليوم تنديداً لما يحصل في سجون ميليشيات صالح والحوثي، كذلك خرجنا وقفة مع أم المختطف محمد الصبري التي توفيت ولم ترى ولدها منذ عامين. مشاعرنا نفس مشاعر أم محمد، نحس بنفس أحاسيسها. أم محمد ماتت قبل أن ترى ولدها أو تلتقي به أو تعرف أي معلومات عن ولدها. تنشط رابطة أمهات المعتقلين في الجغرافيا اليمنية في مواجهة أشكال متعددة من الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية وتلك التي تمارسها التشكيلات المسلحة في المناطق التي يقال إنها محررة، نشاط يصفه المراقبون بأنه أكثر الأنشطة الحقوقية والإنسانية نبلاً وسمواً بالنظر إلى الكلفة التي تدفعها الأمهات وهن يواجهن قواً غاشمة لا تكترث لمشاعرهن ولا تلقي بالا للحقوق المهدورة للمعتقلين من أبنائهن في سجونها.